وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. أهلا ومرحبا بك دكتور فالح. دكتور، يعني محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي صرح بأن محاولات تشييع محافظة نينوى بدأت من عام 2010، ليست وليدة هذه اللحظة. يعني كيف تقرؤون هذا التصريح، وإلى أي مدى ترون أن هذا التصريح صحيح وتوقيته أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني توقيت الحديث، حديث السيد أثيل النجيفي، ربما يكون لا نقول متأخر، ولكن هو تعبير عن واقع الحال. الحقيقة أن المحاولات لتشييع الموصل وتشييع غيرها بالمناسبة، يعني هناك الآن محاولات كثيرة، موضوعنا هو الموصل، ولكن هناك محاولات كثيرة الآن لتشييع الأنبار، وهي محافظة سنية قديمة وعريقة. نرجع إلى الموصل. الموصل طبعا هناك محاولات كبيرة جدا. قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع يجب أن نضع في اعتبارنا ما هي الموصل. الموصل هي ثاني أهم مدينة في العراق. مدينة الموصل مساحتها بقدر نصف مساحة العاصمة بغداد. مدينة الموصل مدينة عريقة، محافظة الموصل المدينة هذه مدينة عريقة، مدينة قديمة جدا، عمرها يمتد إلى 1000 عام تقريبا، ولها من المميزات ولها من المناقب والمنقبيات ما يجعلها عرضة وهدف أكيد لتشييعها وإحداث نوع من التغيير الديموغرافي فيها. وبالفعل ليس فقط إيران، وإيران هي المهم اللاعب الأكثر الآن الأهمية في العراق، ولكن إيران وربما أطراف انفصالية داخل العراق أيضا تحاول النيل من الموصل، كل يحاول اقتطاع ما يستطيع منها. لكن أخطر المحاولات الآن هي محاولة تشييع المدينة عبر إحداث تغيير ديموغرافي عميق جدا، من خلال تفريغ عدد كبير من السكان وإحلال سكان بدلهم. وأنا قلت في مناسبة سابقة للأمانة، قلت أن ما يجري في العراق الآن شبيه بما جرى ويجري في فلسطين المحتلة، حيث يتم عملية إخراج السكان وعمليات الاستيطان وعمليات الإحلال، ويجري أيضا كثير من عنده في سوريا أيضا. نعم، مشاهدينا أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري. أهلا بكم سيد ضياء إلى استوديو الرافدين. يعني كحقوقيين، ما الذي رصدتموه من عمليات تغيير ديموغرافي كما قال النجيفي حول التغيير الديموغرافي الذي يجري في الموصل منذ 2010؟ تحياتي بالبداية للجميع. الموصل وبقية المحافظات هي يعني عملية يعني مبرمجة ضد المحافظات، هي الأنبار وتكريت والموصل. هذه المحافظات احنا نعرف بها، الأغلبية بهم سنية، وإذا كانوا أخواننا من الشيعة الموجودين هناك فأما يكون الموظفين، وبعض المناطق في الموصل يعني قرى موجودة في الموصل هي قرى شيعية، ولكن بالوقت الحاضر ليست هي المذهب، المعركة ليست المذهب، وإنما هي المعركة اللي قاعد تحدث في الموصل هي معركة تدمير البنية التحتية في الموصل وتدمير اللحمة الاجتماعية في الموصل. ليست هذه العملية موجهة من قبل إيران، وإيران تعبث في العراق مثل ما تريد. هذه الحكومة العراقية بعد الاحتلال بدأت بتدمير المجتمع العراقي من خلال وجود الطائفية ومن خلال العملية السياسية من البداية، أنه المحاصصة الطائفية التي وجدت هي جاءت لتدمير العراق. كل السياسيين الموجودين في العراق بالوقت الحاضر هم يأتمرون بالأمرة الإيرانية، والأمرة الإيرانية هي تأتي بتدمير اللحمة الاجتماعية الموجودة في العراق، وجاءوا فعلا هم ووافقوا على تدمير العراق هؤلاء السياسيين الموجودين في المنطقة الخضراء. ثم جاءوا لتدمير العراق، وشرط مشروط عليهم هو تدمير العراق، ليست بناء العراق، ليست بناء الديمقراطية في العراق، ليست بناء الحرية والرفاهية وحرية الصحافة وحرية الإعلام. لا، هم جاءوا لتدمير العراق. لا توجد هذه كل الأشياء. الانتخابات مزورة، كل ما يحدث بالعراق، كل ما يحدث بالعراق هو جاء نتيجة الاحتلال العراق وتدمير العراق. النجيفي محافظ النجيفي
تحدث انه ب 2010، لا انا اقول لك قبل 2010 بدات المعارك وبدات التشيع في المناطق الشماليه في العراق، مو من ضمنها تكريت، وفتحوا مكاتب هناك في تكريت، وفتحوا مكاتب في الانبار وفي المحافظات اللي هي 100% سنيه والمناطق 100% سنيه، ولحد الان هم سيطروا على منطقه سامراء. سامراء احنا نعرف الاغلبيه السكان الموجودين فيها هم سنه، بالوقت الحاضر هسه صارت كل المنطقه الاغلبيه مالتهم شيعه. استاذ ضياء، بالكلام عن سيطره الميليشيات على هذه النقاط تحديدا انت ذكرت سامراء، اوجه السؤال الى الدكتور فالح، يعني هل هي خطه ممنهجه لطرد السكان الاصليين من مدنهم سواء في صلاح الدين او تحديدا في مدينه سامراء كما ذكر الاستاذ ضياء، او في الموصل من محافظه نينوى او الانبار او ديالى او جرف الصخر كذلك في محافظه بابل وحزام بغداد ايضا، ام هنالك خطه ابعد في المستقبل؟ يعني الخطه الابعد هي طبعا تستهدف العراق، انهاء العراق، انهاء وجود العراق كدوله كما نعرفها تاريخيا وجغرافيا. وأنا أيضا قلنا في مناسبات سابقة الفكرة هي إخراج العراق من التاريخ والجغرافيا. العراق لا يعود كما كان سابقا أبدا، ولكن هناك أيضا محاولة جدية فعلا لإحداث تغيير جذري في العراق، التركيبة السكانية، التركيبة الطائفية أو المذهبية، هذا كله طبعا صمام أمان بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد أن يعود العراق. لك أن تتخيل معي أخي الكريم، لك أن تتخيل لو كانت الموصل بوضعها القديم قبل الحرب عليها وقبل كل ما جرى من أحداث، يعني بعد دخول تنظيم الدولة أو غيرها، لك أن تتخيل الموصل والأنبار ومحافظة صلاح الدين بثقلها السكاني وبثقلها المعنوي والحضاري والتاريخي كيف كانت يعني كيف كان ستتلائم مع ما يجري في العراق الآن من هدم. السؤال الأهم، عندما يخرج أثيل النجيفي وهو محافظ نينوى الأسبق كان رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة ويخرج يقول أن محاولات التشيع كانت في عام 2010، إذن أين هم ساسة المحافظة؟ أين كان أثيل النجيفي في تلك الفترة؟ يعني أثير النجيش موجودة، لكن نعلم جيدا أنه كان نور المالكي موجود أيضا، وكانت هناك فرق عسكرية تمتهن الناس وتمتهن كرامتهم. وهناك من أهل الموصل من يقول الآن أن ما يجري الآن في الموصل من امتهان للكرامة وامتهان للحريات والفساد هو الذي تسبب في دخول تنظيم الدولة في السابق، وهم يقولون الآن أنه ما يجري قد يكون ممهد لأشياء كثيرة قد تحدث رغما عن إرادة الجميع، وبالتالي أثير النجيفي قد لا يستطيع فعل الكثير في 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 غاية في ضوء ما كان يخطط له نور المالكي. أنا أعلم ربما من مصدر معين قال لي في وقت من الأوقات، قال أن نور المالكي عندما وقعت أحداث الموصل كان يقصد منها، يعني عندما يقال أن نور المالكي مسؤول كان يقصد منها أنه يفسح المجال لتدمير المدينة، يعني كان كل ما جرى هو مبرر أنه، وحتى قال نور المالكي في مناسبة مناسبات يعني خاصة كما نقل لي يعني مصدر، قال نور المالكي قال أنا لا أستطيع وحدي أن أدمر هذه المدينة، أنا أدعو العالم كله يتضامن معي حتى نحارب ما يسمى الإرهاب. وهذا اللي نجحوا فيه بالتدمير وبحجة العمليات العسكرية. أستاذ ضياء، التهجير من هذه المدن تم بحجة العمليات العسكرية، إلى أي مدى بأن الحكومة في بغداد تعاملت ربما بحدود معايير دولية من أجل سكان هذه المناطق واتبعت من الممكن بعض المعايير حول حماية المدنيين الموجودين في هذه المناطق؟ لا توجد حماية للمدنيين، هم لا احنا متفقين 100% انه هذه الحكومة لم تأتي لحماية المواطنين العراقيين، فقط هي اتت لتدمير العراقيين ولتدمير البنية التحتية، هذه نقطة. اما النقطة الثانية انه كيف الوضعية المجتمع بالوقت الحاضر الموجودين في الموصل كيف يتصرفون وكيف العالم يعني يعي هذه المؤامرة الكبيرة الذي تحدث بالوقت الحاضر بتهجير بعض المناطق وتسكين بعض من مناطق أخرى بحجة الطائفية وليست لها. المذهب الجعفري بريء من هذه المجموعة حقيقة، هذه المجموعة الذي
تحكم العراق بريئين من عدا المذهب الجعفري. يعني العرب الموجودين في المناطق الجنوبية في العراق نعم كلهم شيعة، بس ما يقابلين بالوضعية الذي يحكمون بها بالوقت الحاضر، ويتظاهرون في البصرة وفي الناصرية. إذن هي عمليات تغيير ديموغرافي ربما. هي العملية الكبرى من أنها عمليات تغيير طائفية. نعم، هي هذه العملية ليست هي عملية تنكيل بالشعب العراقي. المتحدث الذي تحدث وقال هذا برنامج ومخطط لمسح العراق من الخارطة، مسح تاريخه، مسح جغرافيته. نعم، هذا هو المبدأ، وهذا يتفق مع الصهيونية ومع إسرائيل ومع المخططات الأمريكية. وإيران هي الجزء الأكبر والمنفذ لهذه العملية. بالوقت الحاضر ليست العملية أنه فقط إيران، لا، إيران وإسرائيل وكل أعداء العراق هم موجودين ومتآمرين بهذا، ومنهم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا الشعب والعراق من الدول المنكوبة. نحن نعلم العراق من الدول المنكوبة ومن الدول المسروقة. وسرقة الأموال هي من قبل الدولة. نعم دكتور فالح، السرقات والنهب وما ذكرها الأستاذ ضياء، هل هنالك دور معين لميليشيات الحشد الشعبي في مهمة تهجير الناس وعملية التغيير الديموغرافي تحديدا في هذه المدن التي ذكرناها؟ يعني يكاد يكون الحشد هو الفاعل الرئيس في العملية الآن. الحشد الآن هو الفاعل الرئيسي واللاعب الرئيسي على الأرض في الموصل وفي أنحاء العراق الأخرى كما نعلم. الحشد الآن هو أقوى مما يسمى الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي أو ما يسمى الدولة العراقية، وهي دولة ضعيفة مهزوزة ليس لها وجود في الحقيقة. الحشد نعم هو الذي يقوم الآن بكل التصرفات، هو الذي يقوم بأعمال السمسرة ويقوم بأعمال المافيوية، الفساد الشامل، عمليات البيع والشراء، عمليات التهجير، عمليات الإرهاب الكامل الذي يعني يستهدف الناس سواء بالسجن أو بالتغييب أو بالتغييب القسري أو إجلاء المواطنين من يعني كل هاي. طبعا القوة المسلحة الوحيدة على الأرض اللي هي الآن الحشد، والحشد هو من يمارس هذه الأدوار، لأنه نعلم أنه لا وجود لما يسمى الجيش العراقي، هناك عدد محدود، عدد بسيط. القوة الحقيقية الموجودة الآن سواء في الموصل أو في الأنبار أو في بغداد أو في غيرها هي قوات الحشد، التي تقف خلفها كل القوى المتربصة بالعراق وتدمير العراق على أتم الوجوه. نعم، شكرا لك دكتور فالح الخطاب، الكاتب والباحث السياسي العراقي، كما أشكر أيضا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كان معنا عبر الهاتف من النمسا.